شك اي لاعب من الجيل بتاعنا هيقول لك افضل مدرب اشتغلت معاه هو الكابتن محمود الجوهري، الجنرال العظيم الراحل الكابتن محمود الجوهري، اللي اتعلمنا منه كل حاجه، اتعلمنا منه اساسيات كره القدم، اتعلمنا منه كل شيء عن كره القدم، اتعلمنا منه ازاي تحب مهنتك، ازاي تموت نفسك لمهنتك، ازاي ان انت تحب مدربك قبل ما تحب نفسك. كل دي النقاط كان الكابتن جوهري بيغرزها فينا، واعتقد كابتن محمود الجوهري اعظم من درب منتخب مصر واعظم من درب في الكره المصريه كلها. كابتن محمود الجوهري كابتن جوهري طبعا رحمه الله عليه، طبعا افضل مدرب، المفروض ان انت بتسالني افضل مدرب اشتغلت معاه هو كابتن محمود الجوهري بدون نقاش. يعني احترم دايما كل المدربين لانهم ليهم بصمات كتيره جدا، بصمه كبيره، بس المدرب اللي حط البصمه القويه عليا هو كابتن حسن مختار الله يرحمه. مايكل سميث هو احد اسباب اللي طوروا الكره في مصر.